هذا المريض له عندنا 6 أشهر، 5 منها كنت أكلمه يكلمني وأكلمه كما أكلمكم الآن، واليوم الأخير والشهر الأخير أغمي إغماء تاما. جئته هذا المريض وهو مغمى عليه لمدة شهر، فأخذت يده اليسرى أبحث له عن عرق. قال: مين؟ قلت: خالد. قال: الدكتور خالد؟ قلت: نعم. قال: ايش تدور يا دكتور؟ قلت: ادور عرق احط لك مغذي. قال: يا دكتور انا ميت. قلت له: انت لست بميت. قال: يا دكتور انا ميت، انا ارى ما لا ترى. قلت له: لا، ما انت بميت. قال: يا دكتور انا ميت، انا ارى ما لا ترى، انا ارى ملائكة العذاب امامي الان. فوقعت يده مني، خفت وتركت يده، بل وقعت يده قبل ان اتركها، ونظرت إليه في ثواني وخرجت روحه. أتدرون ما ذنب هذا الرجل؟ ذنب هذا الرجل كنت آتيه كل يوم أسأله سؤالاً واحداً فيجيب جواباً واحداً. أسأله أقول له: يا خال، صليت الفجر في وقتها؟ فيرد علي: هالحين يا دكتور. يا خال اتق الله، صلي الفجر في وقتها. هالحين يا دكتور أبقوم. هالحين جزاك الله خير. ولم يرد علي بغيرها منذ كان عندنا. وقد رأيت من هؤلاء 3 ممن قال قبل أن تخرج روحه: يا دكتور لا تتعب نفسك، فإني والله أرى موقعي في الجنة. وقال آخر: يا دكتور إن لا تتعب نفسك، فإني والله متوفى، وإني والله أرى موقعي في الجنة، والحور العين قد اصطفت لي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هؤلاء 3 يا أخواني اتفقوا على أمر واحد. أتدرون ما هو؟ كما قال لي أقاربهم فاتفقوا على أنهم يسابقون المؤذن في المسجد، أنهم ليسوا أهل غيبة ولا نميمة ولا كذب، وأنهم أهل بر وصلة. وهذا هو الزبدة.